اختير الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دمرداش كمرشح لجائزة نوبل للسلام، وذكر الموقع الرسمي لحرب الحزب اتحاد الديمقراطية الكردية السوري أن نائب الحزب الاشتراكية الديمقراطية السويدي توماس هامربرغ اقترح دمرداش قائلا أنه على مدى السنوات 12 الماضية كرس حياته للنضال من أجل السلام بين الأكراد والأتراك في تركيا والمطالبة بحقوق الأقليات وحقوق المرأة.